ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي ينظم حفل انطلاق النسخة الأولى لتكريم شخصيات أدبية وثقافية موريتانية بحضور مفكرين وشعراء وجمع من المهتمين بالشأن الثقافي. وتهدف التظاهرة وفق القائمين عليها إلى رد الجميل للذين كان لهم دور كبير في توعية وتوجيه المجتمع من خلال إنتاجهم الأدبي. الذي يدرك بأن للمثقف والأديب الموريتاني دوراً هاماً في الساحة الثقافية العربية، وهو الأمر الذي يستدعي بأن يتم تكريم أهل الثقافة والأدب فيها. فمن دون تشاور ولا اختيار جمع بين هؤلاء المكرمين الانتماء لهذا الوطن والعيش في فترة زمنية متقاربة والاهتمام بمعاناة الإنسان وهمومه والسعي لإنارة الأجيال بفكر يخرجها من واقعها المعيش إلى واقع أفضل. الأمين العام لوزارة الثقافة ذمن التظاهرة التكريمية معتبراً أن تكريم المبدعين يعد من أولويات اهتمامات الوزارة. إن الاهتمام بالأداب والفنون والفكر والتراث والعناية بالمبدعين فيها وخلق منابر لاقتصادهم وتشجيعهم مادياً ومعنوياً مثل أولويات ذلك البرنامج الانتخابي التي تسعى الوزارة إلى تنفيذه. بدورهم المكرمون اعتبروا أن مثل هذا النوع من التظاهرات يشجع الأدباء والمثقفين على التميز في مختلف مجالات المعرفة. وأرى في تكريمه لي شخصياً معكم تكريماً لكم وتكريماً لمثقفين وأدباء كبار موجودين معنا في هذه القاعة وآخرين خارجها. هذه البادرة من الأمير ضد هذا البعد، مكافحة لبعدنا عن أهلنا، محتضنة لمساهمتنا في الحضارة والثقافة العربية، فله الشكر على هذه البادرة. ويعد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي مبادرة أطلقها حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في مارس الماضي للاحتفاء بالمبدعين والمثقفين العرب. وانعقدت الدورة الأولى من الملتقى حتى الآن في كل من مصر والمغرب والسودان وموريتانيا.